بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. وحشتوني طبعا، بقالي فترة كبيرة ما ظهرتش على القناة. كل عام وحضراتكم بخير. في البداية طبعا لازم ندعو لإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي رفح، ربنا ينصرهم ويؤيدهم بنصره قريبا بإذن الله. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد، يمكن أجهزة كينج ستار أنا ما اتكلمتش عنها من فترة كبيرة. كينج ستار أنا كنت اشتغلت في أجهزة كينج ستار من فترة كبيرة قوي، وبعد كده يعني ما كانش فيه حظ إن أتكلم عن أجهزة كينج ستار. بس ظهر جهاز جديد عندنا، هو جهاز الكينج ستار الترا 9900. كينج ستار الترا 9900 هو ده، تمام. طبعا الجهاز دوت يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، يعني الفينش بتاعه والتصميم بتاعه حاجة شيك جدا، وفي نفس الوقت الإمكانيات إمكانيات كويسة جدا جدا. الجهاز بتاعنا النهاردة طبعا بيجينا بالشكل دوت، دي كرتونة بتاعته أو ده الباك بتاعه، وعندنا هنا البوكس بتاع الجهاز. طبعا الجهاز بتاعنا كينج ستار الترا 9900، اسمه كده الترا 9900. طبعا الجهاز ده 2 جيجا رام من نوع الدي دي ار 3، وفي نفس الوقت الفلاش روم بتاع الجهاز بتاعنا 16 ميجا، يعني تقدر ان انت تخزن عليه اي عدد من القنوات بيساع حوالي 20,000 قناة، وعدد لا يعني عدد كبير جدا من الاقمار. الجهاز بتاعنا زي ما قلنا المعالج بتاعه اولا هو معالج سام بلس مصنع داكي 2517 دي كي. المعالج ده يعتبر معالج مرن جدا، سلس جدا في الاستخدام، والميزه الكبيره فيه انه سريع جدا اثناء التشغيل واثناء اعطاء الاوامر واوردرات تنفيذ الاوامر. كل ده موجود على الجهاز بتاعنا، جهاز كينج ستار 9900 الترا. الجهاز بتاعنا يا جماعه يعني فيه امكانيات كتير قوي وفيه خواص كتير قوي، هنقولها حاجه حاجه باذن الله. هنفتح العلبه بتاعت الجهاز او البوكس بتاعه، نشوف المكونات في السريع، وبعد كده نتكلم على خصائص الجهاز ومنصات المشاهده على الجهاز. اولا منصات المشاهده عليه 5 منصات اي بي تي في، وعليه 2 شيرنج، يعتبروا من اقوى منصات او الصف الاول بالنسبه للشيرنج او الاي بي تي في. كل ده موجود على جهازنا كينج ستار الترا 9900. هنبدا دلوقتي باذن الله ان احنا نفتح البوكس بتاع الجهاز ونقدر نشوف كل مكونات الجهاز. طبعا ده الجهاز بتاعنا، احنا بنشد كده لما بنيجي نفتح بالطريقة دي. طبعا ده شكل الجهاز زي ما احنا شايفين كده، انا شلت الكفر الخارجي، ده شكل الكرتونة بتاعة الجهاز من الداخل. طبعا كرتونة الجهاز من الداخل زي ما احنا شايفين كده بمكوناتها كاملة، تمام. طبعا في هنا غطا وفي هنا غطا تاني، الغطاءين دولت تحتهم 3 ريموت، واحد بلوتوث وواحد تاني بلوتوث بس مش متعدد، وواحد تاني او الريموت الاخير هو ريموت عادي الام عادي، تمام. بالنسبة للمكونات بتاعت الجهاز هنفتح كده ونشيل الغطيان بتاعت الجهاز ونشوف ايه اللي تحت الغطيان دي، تمام. زي ما احنا شايفين كده عندنا فيه 3 ريموت. لو لاحظنا كده يا جماعه، بص اللي احنا شايفين العلبه مليانه ما شاء الله، عندنا في 3 ريموت، في الشاحن ال 2 امبير 12 فولت، في كمان وصله ال اتش دي ام اي المتر، وكمان عندنا سنسور الاي ار او العدسه الخارجيه غير العدسه الداخليه المدمجه في الجهاز نفسه. كمان عندك الجهاز بيجي معاه ايه تاني زي ما احنا شايفين كده، الادابتور بتاعي ده ادابتور 12 فولت 2 امبير، ادابتور العصري بتاع اجهزه الريسيفر. وكمان الميزه فيه ان سلكه طويل، يعني اهم حاجه فيه عجبتني ان سلك الادابتور نفسه سلكه طويل. عندنا ادابتور متر موجود مع الجهاز، سوري معانا ال اتش دي ام اي متر مع الجهاز، وكمان معانا سنسور الاي ار او العدسه الرقميه الديجيتال اللي انت ممكن تستخدمها او ممكن ما تستخدمهاش، لان الجهاز نفسه فيه عدسه رقميه، وهنوريك الجهاز نفسه. طبعا بيجي 2 حجر بطاريه، ومعانا مساب الجهاز للاخر، ومعانا 3 ريموت. 3 ريموت طبعا اول واحد منهم الريموت المتعدد، ده ريموت ما شاء الله الباغ بتاعه جامد وعالي الاداء ويتحمل الصدمات، وفي نفس الوقت متعدد ممكن تشغله على شاشات السمارت
في حال التشغيل والفصل وتقديم وتعلية الصوت وتوطيتها واستخدامه مع الرسيفر نفسه. وكمان معانا ريموت تاني زي ما احنا شايفين، برضو ريموت زي ما احنا شايفين كده، وكمان ريموت ال ام بتاعنا. اذا بقى معاك دلوقتي 3 ريموت، يعني كسر واحد هيبقى 2، كسر 2 هتفضل واحد، كسر براحتك. هتلاقي الريموت نفسه منتشر، معالج ال 2517 الريموت بتاعه منتشر في السوق بصوره كبيره جدا. بعد كده عندنا المعلم، هو اللي باقي في البوكس. المعلم بتاعنا اللي هو جهازنا، جهاز الكينج ستار زي ما احنا شايفين كده. فتحنا العلبه وبدأنا على جهازنا النهارده المعلم او الكينج ستار بتاعنا. طبعا الجهاز بتاعنا في الواجهه بتاعته دي واجهه رقميه، لما بتشغل الباور بيظهر لك هنا ارقام القنوات وخصائص التشغيل، وكمان عندك هنا 7 زراير بريس عشان لو عايز تشغل من الجهاز نفسه ومش الريموت مش موجود، او البطاريه بتاعت الريموت انتهت او خلصت منك في اي وقت، ممكن انك تشغل جميع خصائص الجهاز من الزراير البريس اللي في الواجهه. كمان عندنا زي ما احنا شايفين فتحه اليو اس بي موجوده عندنا. طبعا الجهاز مجهز بفتحات تهويه، وطبعا فتحات التهويه مهمه جدا زي ما احنا شايفين، فتحات كبيره من الجنبين ومن الاسفل. طبعا يا جماعه الجهاز كبير، يعني الجهاز لو مسكته هتلاقيه جهاز عريض منفوخ. طبعا ده لان الجهاز فيه 2 بورده، ونادرا لما تلاقي جهاز فيه 2 بورده حاليا في اجهزه الميني، لا الجهاز ده فيه 2 بورده حقيقي. وكمان الجهاز دوت مستو ان مش هتحس فيه بالحراره بتاعه البورده نهائي، او هتحس ان الجهاز دافي حاجه بسيطه لكن مش بيسخن وايد نار، لا لان الجهاز العلبه بتاعته او الكفر بتاعه كبير، فبالتالي مدي مجال كويس جدا للتهويه من كل الاتجاهات. طبعا لو جينا للظهر بتاع الجهاز هنلاقي عندنا هنا فتحات او مداخل الجهاز. مداخل الجهاز هنا بتقول لك ايه؟ بتقول لك اول حاجه عندنا هنا ده مدخل ال ام بي او سلك الدش. عندنا بعد كده في غطا او في لزقه كده هتلاقيها، لو جينا شلنا اللزقه دي بالراحه كده هتلاقي فتحه كيبل الانترنت زي ما انت شايف كده، بس الشركه مغطياها علشان حمايه ليها من اي حاجه تخش لها، لان هي عباره من جوه على 4 أو 5 اسلاك بالنسبه لكابل الانترنت لو انت هتحط كابل انترنت. فبالتالي دايما لما يجي لك الجهاز ان شاء الله خليه متغطي كده امان لي. عايز تشغل كابل النت بتشيل الغطا وتحط كيبل الانترنت الارجيو بتاعت سلك النت. تمام. يبقى عندنا هنا فتحه اللان او كيبل الانترنت، عندنا بعد كده مدخل الاتش دي ام اي، عندنا بعد كده مدخل الاي في لو عايز تشغل الجهاز على تلفزيون قديم بجاكيت اوديو فيديو اللي هي الاصفر والاحمر والابيض، ممكن وبسهوله عن طريق وصل 3 في 1. وكمان عندك بعديها فتحه التحديث خاصة بالفنيين ودي مالكش دعوة بيها. وبعد كده في عندك فتحة سنسور الاي ار لو انت عايز تحط العدسة الخارجية اللي هي دي، لو عايز تحط العدسة ديت الرقمية اللي بتتلزق في الشاشة ممكن بتحط المدخل هنا بتنور معاك، مع ان الجهاز فيه من المدخل من هنا زي ما قلنا دي عدسة رقمية من الخارج، لما بتوصل الباور دي بتنور معاك وبتديك نفس خصائص العدسه الخارجيه او سنسور الاي ار. عندك بعد كده مدخل 12 فولت ل 2 امبير مدخل الباور بتاع الجهاز. ده كان جهازنا النهارده كينج ستار الترا 9900 دي كي. طبعا الجهاز بتاعنا جهاز سلس جدا، اداؤه سريع في السيرفرات بصراحه، وفي اداء الاوامر بالنسبه لمعطيات التشغيل بصفه عامه يعني التشغيل كويس جدا. وكمان اللي بيساعدك على آلية التشغيل بالنسبة لجهاز الكينج ستار 9900 حاجة مهمة جدا يا جماعة، هي السوفت. السوفت هنا سوفت شيك جدا وسوفت سلس جدا ومرن، بتقدر ان انت عن طريق ضغطة المنيو في الريموت توصل لكل حاجة، ودي ميزة كويسة جدا لكبار السن خصوصا اللي بيستخدموا أجهزة الرسيفر عشان ما نتوهش في الجهاز تمام. الجهاز عندنا الواجهه بتاعت اللانشر بتاعته واجهه عصريه، واجهه جديده، واجهه سلسه، واجهه حضاريه جدا، وكمان بتوصلك لكل سيرفراتك المتاحه على الجهاز من المنيو مباشر. تمام. الجهاز بتاعنا بيدعم خواص كتير قوي، اولها مثلا يعني هنتكلم في بعض الخواص زي مثلا الاوتوبيس. انت لو عندك اقمار وعايز تشغل خاصيه الاوتوبيس الجهاز عندك بيدعم خاصيه
الاوتو بيس، وكمان في عندك زرار زيرو علشان تقدر تفتح شفرة البيس اوتوماتيك على اي قناة وتبدأ انك تكتبها وتفتح اي قناة عليها تشفير بيس عن طريق زرار الزيرو. كمان الجهاز عندنا بيدعم خاصية الاي بي تو سات، واني انا دايما مش يعني ايه، ناس كتير يقول لك احنا عايزين نشغلها على القمر مش القمر، انا شخصيا بشوفها مزعجة للسوفت خاصية الاي بي تو سات لاي جهاز، اي شركة اي جهاز مش بنصح بيها اي عميل انه يعملها، لانه بيتعب نفسه، ممكن يلاقيها اشتغلت مرة وما اشتغلتش مرة، هي ثابتة وشغالة هنا، وانا جربتها على سيرفر نوفا شغالة ما شاء الله ممتازة جدا، لكن انا مش برشح خاصية الاي بي تو سات. الناس اللي عايزة تعمل تشغل اي بي تو سات الجهاز بيدعمها بصورة 100%. طيب عندنا كمان خواص التايم شيفت كاملة موجودة عندك، الاوتو فيديو ديلي والاوتو اوديو ديلي وتثبيت القنوات الصوتيه على الاقمار، كل ده موجود عندنا على جهازنا النهارده كينج ستار 9900. طبعا يا جماعه بصوا، دايما انا بنسى حاجات كتير لما باجي اشرح او باجي اوريكم الجهاز او اعرفكم خصائص الجهاز، فعذرا لو نسيت حاجه، انا بسيب كل امكانيات الجهاز في الوصف تحت الفيديو. تمام، عشان ما اطولش عليكم هنتكلم على المنصات الموجوده على الجهاز. عندنا 5 منصات اي بي تي في موجوده على الجهاز، والخمس منصات كلهم صف اول، صف اول بمعنى ان كلهم سيرفرات معروفه ثابته اثناء ضغط المباريات، وفي نفس الوقت مكتبات محدثه بصفه مستمره. عندنا نوفا على الجهاز، سيرفر نوفا طبعا الاصلي البلس، لمده سنتين 24 شهر. وعندنا كمان سيرفر المافن المخضرم، سيرفر محترم جدا ومكتبته مليانه لمده سنه. وعندنا سيرفر ميجا الدبابه غني عن التعريف لمده سنه. وعندنا سيرفر البالانس لمده سنه على الجهاز بتاعنا. وعندنا كمان يا جماعه سيرفر اكس، طبعا سيرفر اكس غني عن التعريف، انا بشوفه من يعني اوائل سيرفرات السوق العربي بصفه عامه. سيرفر اكس طبعا سيرفر مليان محتوى ودايما محدث، وسيرفراته ثابته الاداء جدا خصوصا اثناء ضغط المباريات او ضغط المشاهده بصفه عامه. مكتبات محدثه يوميا على جميع السيرفرات، دعم فني شامل على الجهاز كينج ستار ما شاء الله، دعم فني مميز. جهاز كمان يا جماعه عندك سيرفرين شيرنج، يعتبروا الاثنين ممتازين جدا ومكملين لبعض. انت عندك على الجهاز دوت في سيرفر الشيرنج الاولاني، هو سيرفر الجوسات فيرجن 3، جوسات بلس فيرجن 3 موجود على الجهاز. جهاز السيرفر دوت بيدعم الصوتيات والتايم شيفت المميز جدا، وكمان بيدعم الترجمه الاحترافيه. يبقى انت عندك هنا الجوسات بيدعم ترجمه احترافيه، بيدعم الصوتيات والتايم شيفت. عندك كمان سيرفر مميز جدا، سيرفر النشير في 2 اللي هو يعتبر في ريفر اجهزه السام بلس. النشير في 2 حاليا فاتح باقه الاو اس ان 9 سات مع الاي ار تي مع باقي الاقمار بصوره ممتازه جدا. نشير في 2 لمده سنه 12 شهر على الجهاز، والميزه في النشير انه برضه بيدعم الترجمه الاحترافيه على جميع الاقمار، مع كمان دعم صوتيات التايم شيفت على او المعلق العربي على جميع المباريات. فدي ميزة مميزة جدا بالنسبة لجهازنا النهاردة، جهاز كينج ستار 9900. طيب بالنسبة للجهاز، زي ما احنا قلنا نمسك كده شكل الجهاز، الجهاز بيجي معاه 3 ريموت. الجهاز ده شكل الجهاز بتاعنا بالشاشة المضيئة بتاعته. جهاز ما شاء الله شيك جدا، وفي نفس الوقت اداؤه مبهر جدا وسريع جدا في التشغيل والتنقل بين القنوات. طيب الجهاز عندنا خصائص التشغيل، الجهاز فيه تطبيقات، فيه تطبيقات. عندك الجهاز ده بيدعم تطبيقين لربط الموبايل بالريسيفر وظهره مع الشاشه عن طريق الاي كاست وعن طريق الدلنا، التطبيقين شغالين بصوره سليمه على الجهاز. كمان الجهاز عندنا بالنسبه للتحديثات، الجهاز بيدعم التحديث اونلاين عن طريق سيرفرين تحديث اونلاين. انت عندك الفي اف او الاف تي بي، سيرفر الاف تي بي الخاص بالتحديث بتلاقي عليه ملفات القنوات وملفات التحديث. وكمان عندك التحديث الاونلاين اللي هو النت ابجريد او الابديت اونلاين موجود على الجهاز. فانت عندك هنا سيرفرين او عندك مدخلين من الاونلاين تقدر انك تحدث جهازك عليهم. كمان الدعم المستمر او الدعم المتميز من الشركه، بتلاقي ملفاتك دايما موجوده، اذا كان ملف قنوات اذا كان سوفت التحديث الاخير، ده كله موجود على الاونلاين بتاع الجهاز، ودايما الجهاز بيوصلك على احدث سوفت واحدث ملف قنوات. وهسيبكم شويه مع بعض الصور طبعا، وانا بتكلم في صور كتير عدت بالنسبه ل اعدادات الجهاز او خصائص تشغيل الجهاز من المنيو.
كلها امور سهله جدا وسلسه جدا، وبيدعمها 3 ريموتات احترافيين شغالين بصوره مميزه جدا على جهازنا النهارده، جهاز كينج ستار 9900. طبعا الجهاز هتلاقي عليه بعض المنصات مش من ضمن المنصات المجانيه، دي خاصه بالناس اللي عايزه تشترك، يعني هتلاقي منصات كتير حوالي 6 أو 7 منصات زياده للناس اللي عايزه تشترك. كمان الجهاز عليه في الشيرنج بتاعه، طبعا الشيرنج بتاع الجهاز، الجهاز بيدعم شيرنج عندنا سيرفرات الام جي كام وسيرفر السي سي كام لو عايز تضيف سي سي كام، وكمان عليه ميزه كويسه جدا، عليه حوالي 7 سيرفرات للشبكات الهوائيه، الناس اللي عايزه تشغل اي شبكه هوائيه هتلاقي على الجهاز السيرفر الخاص بالشبكات الهوائيه مع الفني التركيبات اللي بيعمل بيركب لك الشبكه، برضو بتلاقيها موجوده هنا، فدي ميزة. كمان الصوتيات لو عايز تشترك في صوتيات غير صوتيات الجهاز متاح على الجهاز، الاورنج اوديو والبالانس اوديو موجودين على الجهاز لو عايز تشترك فيهم مع صوتيات الجهاز، مع ان انا بشوف ان انت مش هتحتاج صوتيات زيادة عن صوتيات النشير وصوتيات الجوسات على الجهاز، 10/10 شغالة بثبات تام وباحترافية كبيرة. كل الامكانيات دي موجودة في جهازنا، واللي نسيته بقى نسيته، يعني انا نسيت فيه اكيد، انا نسيت حاجات كتير وما بعرف، يعني ما بفتكرش غير لما اخلص الفيديو وبقفل الفيديو وبقول لكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فعذرا لو نسيت اي حاجه. الوصفه بالنسبه للجهاز هسيبه لكم في اسفل الفيديو. سعر الجهاز حاليا 1800 جنيه، ده يعتبر سعر عرض حاليا، سعر عرض لمده مثلا 10 ايام او اسبوع عشان الناس تبقى عارفه. الجهاز بيجي لك معاه دعم فني شامل، بيجي لك فيديو بالتشغيل، بيجي لك اكواد السيرفرات مع ضمان سنه كامله بعد الشراء. كل ده مع جهازنا النهارده، جهاز كينج ستار الترا 9900. شكرا جزيلا لحضراتكم ودمتم بصحه وبعافيه. قبل ما اقفل او اختم، ندعو دعوه صادقه بالنصر لاخواتنا في غزه وفي فلسطين الحبيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.